شو عم تعملي على الباب؟ أنا كتبت لك مكتوب. ليش؟ ما قدرت أحكي اللي بقلبي، فقلت بكتب اللي بدي أقوله وبعطيك تقرأ هون. خود. لك وقفي 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 جيهان، وقفي لا تمشي. ليش؟ وأنا كتبت لك مكتوب. هاتو مدام هيك. أنا حطيته بالبريد. لا تشتغل فيني وتكذب علي. احكي لي شو كاتبه. رح تعرف لما تقرا. ما بدك تقولي؟ يعني بالمختصر اني غلطت هداك اليوم، وانه انا كان لازم صدق اللي بتقوله واوثق فيك. يعني بيقول المكتوب انه اسيل جزء من حياتنا وانا قبلت بهالشي. شو؟ أعجبك المكتوب؟ أمي أنا بدي أجي نام جنبك. خوفتني كتير ابني. تعتع جود. أنا لازم أمشي. لا خليكي، بس أهلي رح يقلقوا علي. خليني أرجع على البيت. لا لا، بس 5 دقايق. طيب قنعتني. ماشي. جود! جود ساعدني، أنا تعبانة كتير. شو صار لك؟ شبكي. شو في؟ جود عم بتوجع كتير. جيهان انت رجعي على البيت. رح موت. شبكي أسي على المشفى. ماني رايحة وهي هيك. أنا رح سوق. أعطيني مفاتيح السيارة. تعي يلا. تعي معي أسيل. يلا أسيل. استعجلي كمان شوي. جود الحقني دخيلك.
خلص انا رح موت، ما عاد فيني اتحمل. خلص قربنا نوصل، تحملي شوي. بدي اياك توعدني من هلا اذا صار لي شيء انك رح تدير بالك يا امي. عم تسمعني؟ ما بدي يصير شيء لابننا. جيران كملي طريقك. مين إله مصلحة يأذي هالمسكينة هي وابنها؟ يا ترى خبروا أخوها ولا لسه؟ دخيلك من وقت اللي إجا ما عم تخلص المشاكل من هالبيت. بنتي جيبي ابنك وتعالوا ارتاحوا عندي. بنتي أكيد بتكونوا مرعوبين، يلا شربوا. بنت ما شافت يوم حلو. شربوا نور. صحتين وهنا. يسلموا ايديك يا خالتي. الحمد لله على سلامتكم. بعيد بعيد، يلا بسرعة بسرعة. بدنا كمان مية يا شباب. أمي رح نرجع وننام بيتنا هلا. رح ننام ببيتنا نور، بعدين ليكن طفوا الحريق. يعني خلص مشي الحال. ليش ما بدك تخبري لخاله؟ لا، خاله بيزعل، ما رح نخبره شو صار معنا. انتي زعلانة من خاله أمي؟ ما بدك يعني نحكي معه؟ لأنه مو حابة إنه يزعل بنوب، مو هلأ رح يصير عنده ولد؟ لازم يضل عند أسيل بلا ما يأكل همنا. هلأ هو وخاله جيهان ما رح يتزوجوا، ما هيك؟ رح يتزوج الخاله أسيل؟ شبك رح تكسر الباب؟ بدي احكي فورا مع جيهان. جيهان راحت. لوين؟ خلاص راحت. لوين راحت قولي لي؟ انا مشيت امبارح، مفكر بعد ما اشوف بنتي بهالحاله رح اتركك تقرب منها وترجع تبكيها. بعدي عن طريق وخليني احكي مع جيهان. استنى بس بالاول احكي لي ليش رجعت لي بنتي بنص الليل عم تبكي. هي مساله بيناتنا ما في شيء لا احكيه.
ولك انت على مين عم تضحك؟ بنتي كرمالك حاربت اهلها، وانا كسرت كلمه جوزي ووقفت جنبكن. انا ما عملت هالشي كرمال بالاخير تزعلها. وين جيهان؟ ما بعرف، راحت مع عروه. ما بعرف اذا برات البلد ولا لسه ما سافروا. شو عم تقولي؟ جيهان ما بتروح مع عروه ابدا. اسمعني منيح، اصحك تفكر انه بنتي ما لها اهل مثلك. اما موجوده بالدنيا وابوها كمان. روح من وشي. حتى إذا ما حكيتي أنا رح لاقيها. مانك حابة تحكي شيء؟ طيب منقعد هون وما منحكي بنوب؟ بدي اتمشى شوي بس لحالي. اي جود، وينك؟ بدي اجي لعندك. خير؟ شو بدك تجي تعمل؟ بعرف انه جيهان معك. ايه لك انا اعطيها التليفون. مو حابة تسمع صوتك. طيب قلي وينكن هلا. ايه تكرم عينك يا افندي. حاج مسخرة. طيب بلاقيكم طريقتي. لا تدور على الفاضي. لامتى رح تضلوا تتخبوا مني؟ اه أكيد بس تروق أعصابها رح ترجع على بيتها. لا تكون واثق كل هالقد. طالعي لبرات البلد. وإذا ما نسيتك ما رح نرجع. قلت لك من قبل. لما رح تكسر قلبها أنا رح كون جنبها. وليكني معها. ليكولا، صدقني إذا بتحاول إنه تكبر براسها رح شبعك ضرب. عن جد متت من الخوف. رح لاقيكن، طمن. شو شبعت حبيبي؟ صحة وعوافي. لا تزعل مني ابني، أنا كل شي عم بعمله هلأ لأنه بدي مصلحتك. ومبارح كان كله تمثيل، وإلا جود كان تصالح مع اللي اسمه جيهان. ولازم يصدق انه انت ابنه. ما بدي يماني يربيك، بس جود حتى لو هو مانو ابوك الحقيقي هو رح يربيك. ليك شفت انه ما بيقدر يبعد عنا؟ انت شو جابك لهون؟ عم دور على جود وما عم يرد على تليفونه، لهيك اجيت. اها، معناتها ما بده يحكي معك، ما فهمتيها لحالك؟ بس انا بدي احكي معه. شو مانو هون؟ جود؟ لا تعلي صوتك، جود مانو بالبيت. يلا روحي من هون. لك من كل عقلك مصدقه انك رجعتي له؟ بس انا ماني مصدقه حركات المسكنه تبعك، وجود رح يمل منك ويتركك. شو دخلك؟ وقولي شو ما بدك. أنا داخلقي منك كتير. اسمعيني منيح، لا تاخدي راحتك بالبيت، لأنه جود لما يعرف إنك عم تلعبي فيه رح يزتك. عن جد؟ أنتي ما خبروكي طبعاً. معناتها خليني أنا خبرك، نحنا ما رح نترك بعض، ولحتى تتأكدي رح أعزمك على عرسنا.
شو عم تقولي عرس شو هاد؟ بس كأنه نسيتي جيهان اللي بيعشقها جود ومجنون فيها كمان. بس أنا جود فضلني عن هاي جيهان لأنه أنا عندي شي أغلى منها. شو هو؟ ابني. أنا حامل. تفاجأتي؟ شو صار لك هلا؟ ليكي كيف صار لون وشك؟ يلا يا حلوة روحي لعند رفيقتك والعبوا بعيد. لا توثقي بحالك فهمتي؟ أنا رح ورجيكي قيمتك. عايدة وين جيهان؟ لا تحكي ولا كلمة. اسمع اللي رح أقوله. طلعت واحد بلا أخلاق، كيف بتعمل هيك بجيهان؟ ونحن اللي كنا مفكرينك عم تساعد أسيل وواقف جنبه، طلع هالشي لأنه حامل بابنه. عايدة جيهان لوين ممكن تروح مع عروة؟ لو سمحتي قولي لي، لازم لاقيهن. لسه لهلأ عم تقول جيهان؟ بأنه وش رح تحكي معها للبنت؟ وما رح قلك وينها جيهان. وشي طبيعي عروة يكون جنبه. قديش طلعت وحدة غبية مثل الهبلة صدقتك، وكنت عم حاول ساعدك لحتى تعمل العملية بهالكم يوم. اسمع شو بدي قلك، انت ما بتستاهل تعيش، وأنا برأيي تستسلم وتموت. أنا غلطت وكان لازم أوثق فيك لأني عن جد بحبك، واللي ما قدرت أحكي وش لوش عم أكتبه هون. أنا بحبك. أوه هلأ ارتحت، وأخيرا قلت ولحالي. كتبت وارتحت. رح تضحك على اللي كتبت لك يا ماشي. رح اكتب شغلات جدية. انا كمان حابة اعيش معك وموت معك مثل ما انت بتقول. ايمت ما بفتح عيوني بحب شوفك قدامي. هلأ خلصت قصتنا وبدي انسى كل شي. آخر نفس إلي بهي الحياة رح يكون أنا عم بلفظ اسمك. أم راسي عبس جيهان بخاطرك. بدي الوجع اللي عشته يختفي وبس، ورح نام نومي طويلة، ورح كون طايرة فوق الغيوم.
حالك، خلص بعد عني، أنا بدي موت. رح تنسي، أنا متأكد جيهان. كيف رح أنسى؟ أنا حلمت إني أتزوجه، خططنا كيف رح نقضي حياتنا جنب بعض لحتى نختير، كنت عم أحلم بعرسنا وببيتنا وولادنا كمان. ما رح يصير هيك شي، ما لي مكان بحياته بعد هلا. أزيل رح تكون مرته ورح يصير عندهم ولد، وأنا أنا بدون جود ما بقدر أعيش. أنا بحبه كتير من كل قلبي، كيف رح أنسى؟ أنا عن جد قلبي محروم، كيف بدي أشوفهم مع بعض؟ تركني بحالي بقى. ما رح أتركك. أي حلو كتير، مو هيك نور؟ ها؟ شو الموضوع؟ ما عجبك البيت ما هيك؟ نور؟ ليك نعمل العواميد كلها بالأزرق، وقتها بيطلعوا حلوين كتير. أمي جدي حقي عطانا مصاري كتير، ليش نحن ما منجيب بيت فيهم؟ ليش ما بدك يانا ناخدهم؟ مستحيل. ليش مستحيل؟ هدول المصاري مو من حقنا نور. أمي هالمصاري إلنا، جدي حقي عطانا ياهم، نسيتي؟ هدول المصاري خالك عطاهم لبابا حقي، بس مو هلأ رح يصير عنده ولد لازمه مصاري، لهيك رح نرجع له ياهم كلهم. نور شو زعلت؟ بس بيتنا أكيد رح يرجع حلو مثل قبل. ها يلا ليكي، شو ما عملنا ما عم يزبط. شو رأيك نرجع ندهنه بغير لون؟ هلا بتصل برفيقي ومتأكد رح يعمله كتير حلو. حلو اتصل فيه خلي يجي، واحد من المدرسة؟ أمي رح أحكي مع عمو يمان يجي لهون، إذا اتصلت فيه بيجي لعندي. نور اسمع، روحي بعد عن هالرجال ولا بقى تحكي معه مرة تانية ماشي؟ ليش بقى؟ عمو يمان كتير منيح معي وقال لي أمتى ما بدي اتصل فيه، خليني اتصل. نور لو سمحت اوعك تتصل فيه ابدا، لك اذا بتحبني ما بتحكي مره تانيه، وعدني من اليوم انه ما تحكي معه. ها وعدني. خلص امي انت روقي، انا بوعدك ما احكي معه ابدا. طيب يا روحي انت ابني الحلو، برافو عليك يا روحي. أول ما توقعي حضرتك رح بلش بالوراق القانونية لفتح القبر. قديش بدك وقت؟ ما في وقت محدد. يعني ممكن تاخد هالشغلة أكتر من 3 أيام؟ متفائلة كتير فتون خانو، هالنوع من القضايا بيطول وبتكوني كتير غلطانة إذا مفكرة بهالكم أسبوع. أنا ما بقدر استنى، ما فيك تحل هالموضوع؟ يعني هالموضوع له طريقة تانية، بس مستحيل توافقي. انت اكيد ما بتعرف الشعور اللي جواتي، شو ما كانت الطريقة لازم اعرف اذا ابني عايش. بترجاك تحاول. رح افتح القبر بدون ما اخذ الموافقة، يعني بالسر، بس هذا الشيء اللي رح اعمله اذا انكشف ممكن انه يكون في مساءلة قانونية. لا ما فيني أعمل هيك شي،
أنا ماني حابة أعمل أي شيء خارج القانون. بصراحة يا خانم هذا خيارنا الوحيد. أنت فكري شوي وأنا رح أترك لورا. لما توقعيهم تبعتي لي خبر. فتون خانم. فتون خانم، هدول الوردات باسمك. آخ ريحتهم بتاخد العقل. أنا رح حطهم بشي مزهرية. روحي كبيهم آسيا. معقول كب هالوردات؟ آسيا كبيهم. معلم تليفون فتون خانم. نعم فتون. انت بصفتك شو بتبعت لي بقى وردة على بيتي؟ فتون ما صار الوقت لننسى الماضي بقى كرمال عروة ابننا. اصحك اصحك تحلم بهيك شيء. لا تفكر انه اذا قربت من عروة معناها اللي بيناتنا بيتصلح. فهمت انا لهلا ما بطيقك بنوب. سمعت شو قلت لك؟ ما تغيرتي ابدا ولساتك مغرورة فتون. خالي آسيا لا تقلقي هي منيحة. خليني اسمع صوتها يا ابني. نايمة هلأ وما رح فيقة. بتحكي معك بعدين. دخيلك لا تقيم عينك عنا عروة. ليك بنتي بأمانتك. طيب ماشي لا تاكلي هم. شو لسه ما غيرتي ثيابك؟ انت بردانه. يلا قومي غيري. ما رح اقوم. بلا حكي فاضي هلا بتمرضي. ما رح اقوم. اتركني بحالي بقى. عروه 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 اتركني. لك اتركني اتركني قلت لك. نزلني نزلني عروه. هلأ جود مو مهم. بدي يمان الواطي اللي كسر كلمتي وهرب قدامي. أنا ندمان لأني جبته لعند حضرتك. أنا ما كنت بعرف إنه واطي كل هالقد يا بيك. طيب وينه هلأ؟ ما بعرف. بس أنت بتعرف إنه حياتك كلها معلقة بكلمة مني. والله بعرف بس من زمان بيكون هرب. إلو علاقات برات البلد بيكونوا أكيد هربوه ساعدوه. بكفي حاجة لي خدوه. صدقته؟ صدقته. معناها هالرجال حكيه مزبوط. رح أتأكد معلمي. لا تاكل هم. شو أخبار عروة؟ هو وبنت الشوفير ببيت الجبل. لا تشيل عيونك عنه. أنا فهمان ليش بدك تراقب يمان بس إذا عروة بيك عرف إنك عم تلاحقه رح يتضايق كتير. متذكر؟ وهذا اللي قاله أمير. بابا لو سمحت تركني اتنفس ولا بقى تبعد وراي رجال. تركني بحالي وبعد. وبسبب هالقصة تخنقت معه. قتلوه وبعدين قتلوه. أمرك. قلت له روح وعمل شو ما بدك يا ابني. بس شو صار؟ متذكر؟ كرمال ما يزعل عملت مثل ما بده. بس واحد سكران وسخ غدر وطعنه. وما قدرت اني حافظ عليه. وبهي الطريقة انا خسرته لابني. واللي بدي اياه خلوا رجال ورا عروة وفتون بيلحقوهم دائما.
ما بدي كرر نفس الغلطة وأخسرهم كمان. افتحوا الباب، افتحوا لي الباب قبل ما اكسره. جود شبك شو صاير معك؟ شو عاد انت قديش شربان؟ ليش كل هالقد يا ابني؟ تا فوت لجوا، يلا فوت معي لجوا على مهلك. لازم لاقي جيهان بسرعة، بس ما حدا بده يساعدني. لو سمحتي انت ساعديني وقلي لي وينها. انت ليش عم تعمل بحالك هيك يا ابني؟ ليش؟ لو كنت ابنك كنت بتقلي لي. لأنه انت تعملي أي شيء كرمال ابنك. طيب كرمالي خليني أكون ابنك لمرة واحدة، كوني أم لي، كوني أمي لمرة واحدة وبس. روق شوي، تعا خليني أعمل لك قهوة، يلا بركي بتصحى. وانتي كمان بتعرفي وين جيهان؟ بتعرفي بس ما رح تقلي لي وما رح تخلوني شوفها. أنا تقبلت كل شيء، ما عندي أم ولا مصاري، بس عندي جيهان وهي أملي. وبدي إياها جنبي على طول. أنا دورت على أمي وحبيت أسس عيلة، بس هلأ جيهان مو هون، فما عاد عندي أي سبب لعيش كرماله. وقرب موتي. أنفك عم ينزف، شو عامل بحالك يا ابني؟ تعا معي لشوف، يلا تعا عمالك، يلا عمالك عمالك. تا مسكين، أنا فهمانتك منيح. أنت عانيت من حسرة الأم وأنا عانيت من حسرة الإبن. لولا عروة أنا ما بتحمل وكنت بقتل حالي.
أنا حاسة بوجعك، بس ما بقدر قلك على مكان جيهان أبدا. سامحني، بترجاك يا ابني سامحني. أمي جود. عن جد انت هون هلا؟ انا ماني عم اتخيل معك. حسيتي مو معناها أنا حقيقة. كيف لقيتني هون؟ بدور عليكي بطريقتي وبلاقيكي، المهم إنك جنبي. مزبوط؟ أنت لازم تكون جنب ابنك. أنا جيت لهون وهربت، قلت إذا بقيت بعيدة يمكن رح يكون أسهل عليك وأسهل علي أنا كمان. بس البيبي مانو ابني أنا. أسيل كذبت علي. يلا انت نامي شوي. جود كان هون. جود مين يا؟ بتكوني عم تحلمي؟ لا ماني عم أحلم. إجا ولمسني من وشي وباسني. جود ما بيعرف هالبيت وما بظن إنه عم يدور عليكي. أنت عم ترشفي، أنت سخناني جيهان. خليني اجيب لك شي لتاكلي. لا ماني جوعانه، ما رح اكل شي ابدا. انا رح نام شوي. من بعد كل شي عمله عم اجهز له فطور، البنت عم يعيونها من البكاء من ورا حضرته. ومع كل هادي يا فتون خانم، اعتنيتي فيه وما خليتيه لحاله. لو شفتي حالته امبارح كنت شفقتي عليه انت كمان. لا تدافعي عنه فتون خانم، انا ما فيني اشفق عليه بالمره. بنتي بسببه دمرت نفسيتها.
لا تقلقي، الصبح حكيت مع عروة وقال لي إنها منيحة، آخر الأسبوع رح ألحقهم وأقعد معهم كم يوم. هن لساتهم بالجبل ما هيك؟